Muchas gracias. Abrimos. معالي وزير خارجية، سؤالين معالي وزير خارجية إسبانيا. السؤال الأول أستاذة سوزي جنيدي، أهرام العربي. شكرا. سؤالي لكلا الوزارين إذا أمكن بعد إذنكم، حول أهمية التوصل لوقف إطلاق فوري نار فوري سواء في غزة أو في لبنان من أجل وقف توسعة مجال الحرب إلى حرب إقليمية. وأيضا النقطة الأخرى، ما هي إمكانية تطبيق القرار 1701 الخاص بلبنان على أرض الواقع في لبنان حاليا؟ شكرا. شكرا جزيلا على هذا السؤال. وقف الإطلاق النار الدائم والفوري في غزة والوصول إلى وقف إطلاق أيضا في ليبيا هو طلبنا به، نقوم به منذ اللحظة الأولى. نطالب بهذا العنف وهذا الحرب الذي بدأ في البداية في قطاع غزة والآن انتقل إلى لبنان. نحن نتحدث عن دولة ذات سيادة، القوة العسكرية لا تضمن الأمان لأي أحد، وكلنا نعلم جيدا الحل. أين الحل؟ الحل هي من أجل الحصول فيما نرغب عليه وهو السلام والأمن والاستقرار من أجل كل دول الشرق الأوسط وأيضا من أجل الشعب الإسرائيلي. كل ما نقوم به نحن من خلال إسبانيا أيضا يضمن الحقوق والمطالبات الشرعية من أجل الأمان من قبل الشعب الإسرائيلي، ولكن وقف إطلاق النار يجب أن يكون الآن. هذا ما يحدث الآن في ضد المدنيين، الهجوم على المنشآت الأساسية، كل هذا ضد حقوق الإنسان، وبالتالي يجب أن نقف هذا الوضع ويجب أن نسمح بوصول المساعدات الإنسانية. مساعدات إسبانية، إسبانيا ضعفتها في ثلاث مرات منذ بداية الحرب في غزة. كلنا نعلم جيدا أن الإسرائيليين والفلسطينيين تحدثنا مرارا وتكرارا وتفاوضنا في هذا، وكلنا نعرف أن السلام، ضمان السلام، ضمان أن هذه هي آخر مرة ليحدث هذا، السلام من أجل الفلسطينيين ولكن السلام أيضا من أجل الإسرائيليين لن نحصل عليه حتى نحصل على دولة فلسطينية قابلة للحياة ويكون لها عاصمة في القدس الشرقية ويكون لها ميناء في غزة ويكون بحيث نضمن الاستقرار والرفاه. وكل هذا يعني أنه يجب أن كل الدول العربية تستمكن من تحسين العلاقات أيضا مع إسرائيل، وكل المسائل موجودة من أجل الحصول ما بين لبنان وإسرائيل استقرار. أيضا نعرف أين هو الحل، وكلنا نعرف أن علينا أن نقدم الدعم للبنان في هذه المرحلة الحاسمة. إسبانيا قامت بذلك، إسبانيا زادت 30 مليون يورو المساهمات التي تقدمها، وكذلك على المستوى الاتحاد الأوروبي نعيد التفكير في إعادة مساعدة الجيش الإسباني، المؤسسة العسكرية الإسبانية، بحيث أن يكون لها وجود فعلي جنوب لبنان وأن نضمن سيطرة إسبانيا على أراضيها والسيادة اللبنانية على أراضيها. وبالتالي جيوش في نور لن تنسحب. الآن هي تحت قيادة قائد إسباني، والآن نحن نعمل ونطلب بشكل واضح ومباشر من إسرائيل أن تقف الهجمات ضد فينولا التي هي ضد حقوق الإنسان، وأن لا تتدخل فيما يتعلق بقوات السلام لأنها تعمل من أجل سلام كل الشرق الأوسط. شكرا على هذا السؤال، وأنا بتفق مع ما ذكره الصديق العزيز وزير خارجية إسبانيا أن غطرسة القوة لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام لأي دولة، ولدينا من دروس الماضي في هذه المنطقة الكثير والكثير حتى نقتنع بأن أيا كانت القوة التي نصل إليها لا يمكن أن تحقق الأمن والسلام ما لم يكن هناك إرجاع للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. فلا أمن ولا استقرار في هذه المنطقة دون إقامة الدولة الفلسطينية. الجهود المصرية مستمرة بطبيعة الحال لتحقيق الوقف الفوري لإطلاق النار سواء في قطاع غزة
أو في لبنان ووقف الاعتداءات أيضا في الضفة الغربية. هذه الجهود لن تتوقف. استضفنا مؤخرا كما تعلمين وفدي حركتي حماس وفتح حتى نستطيع التحرك فيما يتعلق بالأوضاع الكارثية في قطاع غزة وتحقيق الحد الأدنى من التفاهم بين الفصيلين الفلسطينيين تحت رعاية وإشراف السلطة الوطنية الفلسطينية. تحدثنا أيضا عن الاتصالات المكثفة التي نقوم بها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية، اتصالاتنا مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية، مع دولة قطر، أشقائنا في الإمارات، أيضا في الأردن، اتصالاتنا مع الولايات المتحدة، مع الجانب الفرنسي، مع الجانب الأسباني، مع الاتحاد الأوروبي. أيضا كما يعني كما تعلمون هناك زيارة غدا لوزير خارجية إيران سيزور القاهرة، وهذا يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة لخفض التصعيد ومنع التصعيد والعمل على التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار. الجهود المصرية لن تتوقف. وفيما يتعلق بالقرار 1701، بالتأكيد هناك بيئة مواتية، الظروف مواتية تماما لسرعة تطبيق هذا القرار الأممي على الأرض. المهم هو توفر الإرادة السياسية خاصة لدى الجانب الإسرائيلي لنشر الجيش الوطني اللبناني. لابد من الوقف الفوري لهذا العدوان وأن يكون هناك وقف لإطلاق النار على لبنان وفي الجنوب اللبناني حتى يمكن البدء فورا في تنفيذ هذا القرار. تحدثت أكثر من مرة مع رئيس وزراء لبنان السيد نجيب ميقاتي ومع القيادات اللبنانية، والحكومة حكومة تصريف الأعمال الحالية هي قالت أنها مستعدة والجيش اللبناني مستعد لنشر قواته بشرط وقف إطلاق النار وحتى يتم تمكين مؤسسات الدولة اللبنانية. شكرا. سؤال آخر، وكالة الأنباء الأسبانية مستر ألفيرو. Sí, hola, muy buenas tardes. Álvaro Mellizola. زرت أكثر من مرة المنطقة وتحدثنا مع الأصدقاء ومع الدول الحليفة، وهناك الكثير من المسائل التي نتقاسمها فيما يتعلق بالسلام. فيما يتعلق في إسبانيا المسألة أكثر صعوبة، فما هي الخطوات التي يمكن أن نقوم بها من خلال إسبانيا فيما يتعلق بالأصدقاء والحلفاء الأوروبيين الذين لا يتفقون معنا اتفاق كل فيما يتعلق بالحلول التي تقدمها إسبانيا ومصر من أجل حل هذه المشكلة؟ شكرا جزيلا لكم. شكرا جزيلا على هذا السؤال. المبادرة الرئيسية التي قامت بها إسبانيا والتي عرضناها على المائدة هي مؤتمر السلام، والتي ومعنا 90 دولة. مؤتمر السلام هذا يجب أن يكون هو الإطار حتى يوم يقف التعاون، يجب أن يكون الإطار من أجل أن نجد حل الدولتين، من أجل أن تكون هناك دولة فلسطينية قابلة للحياة ودولة إسرائيلية أخرى. هذا هو الهدف من اللقاء الذي قمنا به والذي كان فيه في مدريد 13 سبتمبر الفاضل و 28 أكتوبر في الاتحاد من أجل المتوسط. سوف نعيد الحديث عنها فيما مع المصريين والمسلمين والأوروبيين فيما يتعلق بهذه المسألة. كذلك هناك حوار ونقاش أكثر أهمية فيما يتعلق بالتحالفات. كذلك رئيس الوزراء ورئيس وزراء إيرلندا أرسلوا خطاب من أجل الممثل السامي، وخلال الاجتماع القادم للممثل السامي قال أنه سوف يدرس هذه النقاط وفقا لحقوق الإنسان، ما هي الإجراءات التي يمكن أن نتخذها من خلال البحر المتوسط الوصول إلى حلول ما بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل. تم فرض العقوبات من طرف ثنائية من طرف إسبانيا، كذلك تم عقوبات للمستوطنين الذين يعوقون حل الدولتين.
وكلنا علينا أن ندافع كما قمنا به يوم الاثنين السابق. كلنا علينا أن ننقل ونقول ونقدم الدفع ونقدم الدعم لأونروا، لأن هي وكالة أممية غاية في الأهمية من أجل اللاجئين الفلسطينيين. وكذلك علينا أن نقدم الدعم لفينول أو في لبنان، للقوات حفظ السلام في لبنان. كلنا نتفق أن المؤسسة العسكرية لوحدها لن تتمكن من فرض السلام ولا الاستقرار لأي شخص في الشرق الأوسط، وبالتالي لن نتنازل أبدا عن مؤتمر السلام من أجل فرض حل الدولتين. أسبانيا وأنا بصفتي الشخصية كوزير خارجية لن أتنازل عن حل الدولتين. فالحرب ليست هي الحل من أجل الحياة، ليست هي أسلوب حياة. الحل الوحيد أمامنا هو حل الدولتين من أجل وجود ناجة حل سليم. دعني صديقي العزيز أن يعني أضيف إلى ما ذكرته. أولا أنا أتفق تماما مع كل ما ذكرته، وبنعيد التأكيد على تقديرنا الكامل للمواقف المبدئية لإسبانيا وإنحيازها دائما إلى جانب المبادئ وإلى جانب القانون الدولي وإلى جانب ميثاق الأمم المتحدة، وهذا محل ترحيب وتقدير من جانب مصر ومن جانب الدول العربية. ولكن يعني ما ذكره ممثل وكالة الأنباء الأسبانية من هذا الانقسام الموجود في الموقف الأوروبي هو بالتأكيد يبعث برسائل خاطئة، رسائل خاطئة لإسرائيل وإلى الرأي العام في منطقتنا. هذا الانقسام ووجود بعض الدول التي ترفض اتخاذ إجراءات حازمة وفعالة للتعامل مع هذا العدوان الإسرائيلي الممنهج، هو يعني قد يتم تفسيره من الجانب الإسرائيلي بأن هذا شيكا على بياض لكي يستمر في هذا العدوان. ولذلك توحيد الموقف الأوروبي مهم. هذا الانقسام أصبح غير مقبول وغير أخلاقي أن يستمر، كما أن هذا الانقسام أيضا يبعث برسالة خاطئة إلى الرأي العام المصري والعربي والإسلامي والرأي العام في الدول المتحضرة بأن هناك نفاق دولي وأن هناك سياسة للمعايير المزدوجة. حينما يكون الأمر في أزمة مثل الأزمة الأوكرانية يكون هناك مواقف واضحة وحازمة، وحينما يأتي الأمر إلى قضايا منطقتنا سواء في غزة أو في الضفة الغربية أو في لبنان نجد هناك تخاذل من المجتمع الدولي، وهناك بعض الدول التي ترفض إدانة هذا العدوان الإسرائيلي وترفض اتخاذ إجراءات واضحة وحازمة وفقا لما يكفله القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في هذا الشأن. فبالتالي يعني هو أمر يدعو للأسف الشديد، ونأمل أن يكون هناك اتفاق وتوحيد في الموقف الأوروبي حتى تكون هناك رسالة موحدة للجانب الإسرائيلي بوقف عدوانه اليومي الممنهج. شكرا. ناخذ سؤال آخر. جريدة الأخبار، أستاذ إبراهيم مصطفى. سؤال مع الوزير دكتور بدر عبد العاطي. منطقة شمال غزة تشهد أوضاع مأساوية على الصعيد الإنساني في الأيام الأخيرة، ما التحرك الدولي المطلوب في هذا الشأن؟ شكرا. شكرا جزيلا. كما ذكرت أن في مسؤولية دولية، في مسؤولية دولية لضمان النفاذ الكامل للمساعدات. أهالينا في قطاع غزة في مناطق مختلفة سواء في شمال القطاع أو في وسطه يعانون الكثير بسبب هذه الإجراءات التعسفية التي تقوم بها إسرائيل واستخدامها لسياسة التجويع كسياسة ممنهجة للعقاب. ده أصبح يعني هذا الأمر لا يمكن التسامح معه، يعني لا يمكن قبول استمرار هذه الكارثة الإنسانية. كلنا نشاهد
صورا مأساوية تدمي القلوب لأطفال فلسطينيين يعانون من النقص الشديد للتغذية ويعانون من الأمراض المترتبة على ذلك ويعانون أيضا من بعض الأوبئة وعلى رأسها للأسف الشديد عودة مرض شلل الأطفال ووباء شلل الأطفال إلى القطاع. يعني مصر لن تألو جهدا ولن تتوقف عن جهودها في الضغط والضغط المستمر بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية لفرض نفاذ كامل وغير مشروط لهذه المساعدات. الشاحنات للأسف الشديد موجودة عند المعبر وتمتد إلى عدة كيلومترات بسبب هذا الانتهاك السافر للقانون الدولي الإنساني واستخدام التجويع كسلاح في هذه العدوان الجائر ضد شعب مدني. فلابد من وقف ذلك، لابد من مواقف حازمة وواضحة ليكون هناك نفاذ كامل وغير مشروط للمساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية الموجودة حاليا في القطاع. وهناك أفكار بيتم تدارسها في هذا الأمر، هناك أفكار مع التحرك مع المجتمع الدولي مع المبعوثة الأممية إلى الخاصة بنفاذ المساعدات إلى قطاع غزة السيدة سيجريت كاخ. احنا على تواصل هناك معها بشكل دائم وهناك بعض الأفكار والمقترحات المحددة وجاري العمل على تنفيذها بمشاركة وبتعاون من المجتمع الدولي. شكرا. سؤال أخير من الجانب الأسباني، اتفضل استر أقول. صباح الخير، راؤول من إف. سيادة الوزير، هناك أصوات تنادي بمقاطعة إسرائيل، بويكوت لإسرائيل، عدم السماح بدخول إنفاذ الأسلحة بسبب العنف الذي نعاني منه في قطاع غزة وفي لبنان. كذلك هناك أصوات تطالب من إسبانيا ومن مصر، تطالب بالشراء، عدم السماح بوصول الأسلحة الإسرائيلية. هل هذه الاتفاقيات تجعلنا نصل للسلام؟ شكرا جزيلا. الوضع الإسباني هو وضع واضح من 7 أكتوبر، لن نسمح بتصريح متعلقة بالأسلحة حتى لا تصل لإسرائيل. نحن نعتقد أن في الشرق الأوسط نحن لسنا في حاجة الأسلحة، نحن في حاجة إلى الحوار، نحن في حاجة إلى السلام، وبالتالي هذا هو الموقف الذي نحن ندافع عنه كما قلته من قبل والعديد من المرات في مع رئيس الوزراء. قلت أن لا نسمح بوجود تصعيد للعنف، ولا نسمح بوجود ولا بتحميل أي مراكب سوف تذهب في الآخر لإسرائيل. فالوضع الإسباني هو وضع رائد في هذه وضع رائد في هذا السياق. نحن هذا الوضع كان منذ 7 أكتوبر، وبالتالي نحن الآن لا نسمح بوصول أي أسلحة من إسبانيا، ولكن لا نسمح أن يمر عبر إسبانيا. إنجاز القول. شكرا جزيلا. أريد أن أعقب على ما ذكرته. بالتأكيد نحن نقدر موقف إسبانيا، هذا الموقف المبدئي. لا تستقيم الأمور أن تستخدم الأسلحة في قتل المدنيين الأبرياء، هذا أمر مرفوض تماما. ودولة تستخدم سياسة التجويع ونقدم لها أسلحة لقتل المدنيين، هذا أمر يعني يعكس التناقض الموجود حاليا في المجتمع الدولي. وبالتالي لابد من العمل على الضغط بكل الوسائل الممكنة أيا كانت لوقف هذه العدوان وهذه الحرب الجائرة، والعمل بدلا من تدفق السلاح في العدوان نعمل على تدفق المساعدات الإغاثية والإنسانية والطبية
الطبية التي الشعب الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية في أمس الحاجة إليها، وأيضا في لبنان الشقيق. شكرا جزيلا. شكرا فندم. شكرا.